In 20 meters, turn slightly right. السعر صار زين اليوم. ما في كوميشن الدولار عندهم الدولار صار من 20 سنت يعني. هذا صحيح قريب من الاولد تاون سكوير ساحة المدينة القديمة بس لا زال صار زين. شو مشي هذا نو كوميشن هنا يعني لازم تنتبهوا الاشياء هذه. تعرفون تقريبا سعر الصرف كم؟ طبعا هذه الساحة قريبة من الاولد تاون بينه وبين الحين الاولد تاون سكوير 500 متر. شوفوا البلاديوم مركز تجاري وهذه المباني الثريفية والسياح اللي موجودين في الساحل. هذا وانت رايح للاوب تاون سكوير تكون ملاصقه. هنا بعد موجود المتحف الروسي الشيوعي الكومنست ميوزيوم. هذا الباور تاور او برج البارود لو تخليه خلفك وتتجه بهذا الاتجاه راح تنزل على ساحة المدينة القديمة. In 20 meters continue straight. هذه كنيسة اسمها كنيسة العذراء. هذه اللي تشوفونها. Now continue straight. كلها محلات سوفونير وانتيكات كل شيء، لكن دائما نقول دائما الاسعار تكون مبالغ فيها كل شيء قريب منها. هذه الساحة القديمة المدينة وهذه الساعة الفلكية. احنا امس وصلنا من هناك من طلعنا على تشارلز بريدج. هذه الساحة منطقة سياحية هي اكثر فيها النشل. انتبهوا ممتلكاتكم، انتبهوا لعيالكم. هذه الساحة المدينة القديمة يمكنها من أجمل وأحسن وقت تقضي فيه. اختار بس يعني يكون الجو لطيف، ما يكون ممطر ولا شمس حارة، وحطها في يومك من الصباح يمكن إلى مغيب الشمس. ما هي حسافة يعني حلوة. مجموعات سياحية طبعا. هذه أشبه ما تكون تكاسع المدينة. هذا السيتي سايت سينج برايك. هذه جميلة بعد، لكن اختاروا الباصات اللي تكون مكشوفة تستمتعون بالجو. ساحة المدينة القديمة تشوف المباني قديمة جميلة. اللي هناك هي الساعة الفلكية وهذا والله من التمثال. ايش هذه كنيسة العذراء إمام تين على قولتهم. شوفوا هذه الجروبات يمكن من أهم الأماكن الموجودة في فاق. اللي يبحث عن البرانس بعد هنا كارتير أوميجا هناك. هذه بعد مكان للعبادة. هذه تشتري فيها برايك
الفيول ولا العربات هذه تاخذ منك لفه ما سالت والله عنها لكن in 70 meters turn right. اي 2 minutes 20 minutes 900 شوف 20 دقيقة 900 كورونا يعني زحمة هل هو عشان يوم الأحد؟ In 10 meters, turn right. إن شاء الله أشوف غيم الحين وشوف الجو حلو مرة صراحة بعد ما غيمت برد الجو قبل شوي كانت الشمس طالعة كان الجو حار مرة كان هذه طبعا المنطقة لا تفوتكم يعني فيها المطاعم والكوفي شوب والعروض شوف العروض مرة مرة ممتازة لكن مثل ما قلت لكم مسكودين عيالكم والأطفال لا تخلونهم تندمون بسم الله يعني يقول الله يحفظنا ويحفظ المسلمين من كل شر. طبعا هذه من الشوارع اللي يعني قريبة من الساحة القديمة. كل الشوارع القديمة. أو مناطق قريبة منها كلها مناطق جميلة كلها يعني مناطق سياح مطاعم كوفي شوب تستمتع وتمشي فيها حركة السيارات فيها قليلة فازم صراحة هنا مقولة في براغ إذا مليت يعني من النظر أمامك من المشاة وكذا طالع فوق راح تشوف أجمل المناظر المباني السياحية والأشياء شوف كل هذه أنتيكس محلات شوف شلون لا انتبهوا هذا شوف 39 كورونا و90 لكل 100 جرام هذا يمكن يجي له 700 600 جرام تضربون في 390 يعني موش هذا الشوكليت بعد Is it chocolate this one? Ah, very nice.
هذه الشوكولات تشيكية، شوفوا المشغولات نايس. براغ صراحة حلوة، بس لازم ترتبون جدولكم براغ، يعني كيف تعرفون وين رايحين وين جايين، اليوم الفلاني وين بتروحون. ولا مرة جميلة صراحة، جو حلو اللي احنا جيناه فيه، احنا في تقريبا في نهاية أغسطس، مرة حلو. هنا وهناك هذه محلات، وهذول طبعا هذيك اكشاك يعني. هذا قريب، هذه طبعا الكنيسة اللي قلنا عنكم، اللي هي كنيسة أثينا اعتقد، قريب هذا السوق من الكنيسة هذه. شوف الشغل شلون، اشياء مرة جميلة. Excellent. هذا يقال في الاسبانيش معبد اليهودي الاسباني. احنا طبعا في الحي اليهودي، شوف اليهود بعد، هذا هو مباني. هذا المعبد اليهودي في الحي اليهودي الفرنش او جيوش كوارتر اسمه. سوق كبير طبعا، عندك تشوفون الشيء اللي فيه، مرة سوق كبير. سوق كبير يستحق صراحة، كبير مرة يعني. مطاعم، كوفي شوب، المتاجر كلها موجودة، البراند نيمز كلها موجودة، ويستحق. المول كبير، شوفوا الأدوار،
مرة كبير، يعني يبي لي كنت من 6 ساعات إلى 8 ساعات حسب أنت ونشاط، بس كبير مرة. هناك تشوف الفود كورت هناك فوق، يعني لو تبي تجي تغدى هنا ما في مشكلة. أول تايم سكوير والساعة الفلكية كلها هنا موجودة، وقريب منهم يعني مو بعيد. هذا هو البلاديوم. تبحثون عنه في النت تلقونه. كبير مرة، وبالأرض تحت الأرض ما أدري كم دور، بس كبير مرة.